وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشيخ صلاح باتيس. أهلا ومرحبا بك شيخ صلاح. بداية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن اتفاق ستوكهولم يقول إن أسوأ اتفاق أفضل من أحسن حرب. على أي مدى ترى أن اتفاق السويد حقق السلم في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة دائما تعودنا من الأمم المتحدة ومبعوثيها لدى اليمن، سواء المبعوث الحالي أو الذين سبقوه وفي غيرها للأسف الشديد من البلدان التي تشهد صراعات، أن الأمم المتحدة تظهر أمام العالم بهذا الشكل الضعيف، أنها تدير الصراع ولا تحل الصراع. يعني لم تضع للعالم رسالة واضحة فيما يتعلق بمن الطرف المعطل والمعرقل لتنفيذ الاتفاق. يعني كان يجدر بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن أن يحدد بالضبط من الطرف الذي عرقل تنفيذ اتفاق السويد. يعني الجميع ينظر اليوم أنه لم ينسحب الحوثي من الحديدة ويسلمها للشرعية حسب ما نصت اتفاقية ستوكهولم، لم يوقف التصعيد في الجبهات، لم يبدأ ببوادر حسنية فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى، لم يوقف الحملة واستهداف المدن كتعز وغيرها. كل هذه تدل على أنه لا يوجد نية صادقة لدى ميليشيا الحوثي، ونحن كيمنيين ندرك أنه في كل الاتفاقيات السابقة بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الذي كان لصالح الحوثي أصلا في صنعاء، ومع ذلك لم يقم عليه، لأن الحوثي أصلا لا يعترف بالأطراف التي تحاوره وتناوره، لأنه يعتقد أنه صاحب حق إلهي في حكم اليمن وملك اليمن، وبقية الناس عبيد له وهو السيد. هذه أصبحت معروفة في خطاباتهم. شيخ، أنت أشرت إلى أنه لم يكن هناك شخص يتساءل عن من المسؤول عن إفساد اتفاق السويد برأيه، يعني برأيكم هل هم الحوثي أم أن آليات تنفيذ الاتفاقية المسؤولة عن ذلك؟ بلا شك أنا كمواطن يمني أعرف جيدا أن الحوثي سبب الكارثة برمتها منذ بدايتها حتى نهايتها، هو الذي فجر الحرب، هو الذي انقلب على الشرعية، هو الذي احتل العاصمة، هو الذي قتل قادة الجيش أمثال القشيبي، هو الذي أسقط المحافظات وحاصرها، بالرغم من أن الشعب اليمني خرج بالملايين يرفض ملشنة الدولة ويرفض استخدام السلاح على الدولة ويرفض فرض المشاريع بالقوة. هو الذي هاجم عدن، هو الذي هاجم حضرموت، هو الذي هاجم شبوة، هو الذي هاجم مأرب، هو الذي هاجم تعز، هو الذي هاجم الحديدة. كل الشعب اليمني يدرك ذلك. طيب ما مصلحته من ذلك؟ كل الاتفاقيات السابقة انقلب عليها ولم يقم على اتفاقية. السؤال الذي نوجهه نحن كيمنيين وكشعوب ترجو من الأمم المتحدة أن تقف بمسؤولية أمام هذه الأمم أمام هذه الشعوب، أن تبين هي التي رعت هذا الاتفاق وهي التي تشرف على تنفيذه، فلماذا لا يقول لنا من هو الطرف المعطل والمعرقل؟ طيب ما مصلحة الحوثي من تعطيل الاتفاق وتكرار الخروقات؟ اسمح لي أن أعدل في السؤال، ما مصلحة الأمم المتحدة في الصمت والوقوف في المرحلة في المنطقة الرمادية بين طرفين واضح جدا أن الطرف الآخر لا يعترف باتفاقيات ولا يقوم على تنفيذها؟ أما مصلحة الحوثي فهي معروفة، قلت لك أخي الكريم أن الحوثي لا يعترف أصلا بالطرف الآخر، يعتبر أن الشرعية عملاء للخارج، ويعتبر أن الخارج عدوان، ويعتبر أن الأمم أن أمريكا وإسرائيل هي التي تحارب اليمن. هو أصلا لا يعترف بهؤلاء جميعا. لكن أنا أسأل سؤال وأقول، لماذا الأمم المتحدة تقف في المنطقة الرمادية ولا تبين الطرف المعطل وهي صاحبة المبادرة وهي المشرفة على الاتفاق والمشرفة على تنفيذ؟ هنا نصل إلى نقطة جوهرية، وهي يعني لماذا ما زلتم تعولون على الأمم المتحدة وأنتم تضعونها في خانة الاتهام؟ لا نعول على الأمم المتحدة ولا نعول على الحوثي، نحن نعول على الشعب اليمني بعد الله عز وجل أننا مستمرون في حسم معركتنا، والجبهات أصلا لم تتوقف، والجيش الوطني كل يوم يبنى بكتائب جديدة وبمؤسسات عسكرية جديدة، ونائب الرئيس الآن في مأرب، والتقى بالأمس بضباط القوات المسلحة والآمن، ودفعات تتخرج في عدن وفي حضرموت وفي كل المحافظات. نحن لا نعول على هؤلاء، لكن أيضا لا نقول ولا نريد العالم أن يقول أننا نحن الذين نرفض السلام. نحن أصلا أصحاب مشروع السلام وثورة سلمية وتغيير سلمي ومؤتمر حوار سلمي. من الذي حمل السلاح وانقلب على الدولة؟ هي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
لذلك المجتمع الدولي عندما يقول تحاوروا معهم لعلهم يعودوا إلى العقل، قلنا للمجتمع الدولي تعال أنت وتفاهم معهم، فنزلوا وذهبوا إلى صنعاء عدة مرات، وها هو الحوثي مرة أخرى يستهدف فريقهم في الحديدة ويرفض هذه الاتفاقيات. نعم. يعلم العالم أن هذه ميليشيا لا تحمل مشروع سلام وإنما تحمل مشروع حرب. عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشيخ صلاح باتيس، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.